بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 48 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، وباعثها مستمع رمضان اسمه بالحروف ألف ميم باء، يسأل ويقول: أنا في الصف الثالث الثانوي وأحيانا أضطر للسهر من أجل الدراسة، وهذا يفوت علي صلاة الفجر، فما العمل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها أمر واجب وفرض على كل مسلم، ولا يجوز أن يتعارض معه أي شيء، لا أمور الدراسة ولا غيرها. الواجب عليك أن تعمل الأسباب للاستيقاظ لصلاة الفجر، إما بأن توصي من يوقظك، وإما بأن تجعل ساعة عندك تدق عند دخول وقت الفجر توقظك، أو أن تعمل أي سبب يوقظك لصلاة الفجر، لأن هذا أمر لا بد منه. الدراسة نعم مطلوبة، ولكن لا تتعارض مع أداء الفريضة. وإذا صحت العزيمة، صلحت النية، وعزمت على الاستيقاظ لصلاة الفجر، فإن الله يعينك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: أم ياسين من مكة المكرمة تسأل وتقول: هل الأرواح السابقة التي توفيت من فترة ثم لحقتها باقي الأرواح، هل تخبرها بحال أهل الدنيا وما خلفته الأرواح السابقة بعد وفاتها؟ جزاكم الله خيرا. الكلام في أمور الأرواح وأمور الأموات هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن ورد أن الميت إذا مات أن الأموات الذين سبقوه يسألونه ما فعل فلان وما فعل فلان، ويحفون به ويسألونه كما يسأل الغائب في الدنيا إذا قدم من سفر. ورد شيء من هذا، الله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تسأل وتقول: إذا مات الميت ثم لحقه بعد فترة أخوه أو أبوه، وكانت منزلتهم في الإيمان واحدة أو بينهما تفاوت بسيط، هل يقدر لهم الاجتماع ببعضهم؟ وكيف يكون ذلك الاجتماع، أرواح أم أجساد؟ جزاكم الله خيرا. وهذا أيضا من أمور البرزخ ومن أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز الكلام فيها إلا بدليل من الشرع. ولا شك أن المؤمن كل ما تأخرت وفاته يزداد عملا صالحا وترتفع درجته على من سبقه. دليل هذا ما جاء في رجلين عابدين، أو استشهد أحدهما في سبيل الله وبقي الآخر وأدرك شهر رمضان وصامه ثم توفي بعد ذلك، فرؤي الذي تأخرت وفاته مرتفعا في الدرجة على الذي استشهد قبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد أدرك رمضان وصامه؟ أليس قد صلى كذا وكذا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو الذي بعثني بالحق نبيا، إن بينهما كما بين السماء والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على أن من تأخرت وفاته وعمل أعمالا صالحة واكتسب حسنات أنه يزداد بذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى على
من سبقه، لأن الأعمال الصالحة يرفع الله جل وعلا بها الدرجات. قد جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولكن اجتماع المؤمنين في الجنة ورؤية بعضهم لبعض هذا شيء ثابت، كما قال الله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين. وفي الآية الأخرى قول سبحانه وتعالى إخوانا على سور متقابلين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فقد يرفع الله صاحب الدرجة في الجنة إلى درجة أعلى منها من أجل أن تقر به عين والديه ويجتمع معهم، وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن أهل الجنة يجتمعون ويرى بعضهم بعضا وتقر أعين بعضهم ببعض ويأنس بعضهم ببعض. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا هذا السؤال، هل يجوز لي إذا مات أحد أقاربي وعند توديعي له أقول بلغ سلامي لفلان أو فلان وهو ميت، هل يجوز هذا؟ لم يرد بهذا دليل أنه يوصى من قربت وفاته يوصى بأن يسلم على فلان وفلان من الموتى، ولكن المشروع الدعاء للأموات والاستغفار لهم وزيارة قبورهم، الزيارة الشرعية بأن يزورهم ويسلم عليهم كما يسلم على الحي ويدعو لهم ويستغفر لهم، هذا هو الذي ورد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية حلب، وباعثها أحد الإخوة، يقول أخوكم في الإسلام حسن عين يقول أنا شاب أبلغ من العمر 25 عاما والله سبحانه وتعالى هداني إلى الطريق السليم وإلى كل ما هو خير، ولدينا مسجد في القرية التي أقيم بها، وإمام هذا المسجد هو رجل كبير السن، فطلبت منه بأن أقوم أنا بخطبة يوم الجمعة بشكل مستمر أثناء وجودي في القرية، فوافق الإمام على ذلك وقمت أنا بالخطبة لجمعتين متتاليتين، ولكنني لاحظت بأن بعض الإخوة المصلين غير راض عن ذلك، والسبب لبعض الخلافات التي بين عشيرتي وعشائرهم، لأن عاداتنا وتقاليدنا السيئة أدت إلى ذلك، هل أستمر في الخطبة ليوم الجمعة أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تستمر في الخطبة وأنت محسن في هذا وجزاك الله خيرا، ما دام أن الإمام قد أذن لك وأنك أحسن قياما بالخطبة وأكثر فائدة للمصلين، فاستمر في عملك ولا تنظر إلى كون بعض المأمومين لا يرضى بذلك، لأن هذه الكراهية بغير حق. إذا كانت على ما وصفته أنها راجعة إلى أمور قبلية فإن هذه كراهة بغير حق ولا تؤثر على الإمامة والخطابة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جرش في المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها المستمع رضا أحمد بيومي، يسأل ويقول أنا شاب أريد أن أتزوج بشابة قد رضعت مع أختي، هل يصح لي الزواج منها أم لا؟ إذا كانت أختك رضعت من أمها وصارت أختا لها من الرضاع فإن هذا لا يؤثر على زواجك منها، لأن حكم الرضاع إنما ينتشر على أختك التي رضعت، أما أنت فلا ينتشر عليك حكم الرضاع. أما إذا كانت هي بالعكس هي رضعت من أمك أو من زوجة أبيك فإنها لا تحل لك، لأنها تصبح أختك لك من الرضاعة. إذا كانت رضعت من أمك أو من زوجة أبيك أو من إحدى محارمك رضاعة كاملة في الحولين فإنها تصبح محرمة عليك بالرضاع، كما لو رضعت من أختك أو رضعت من زوجتك أو رضعت من بنتك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من جمهورية مصر العربية بتوقيع إحدى الأخوات، تقول المرسلة فلسطينية من محافظة شمال سيناء، تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول هل لبس الجوارب في الصلاة واجب أو لا؟ المطلوب من المرأة ستر جسمها بما في ذلك الكفان والقدمان وسائر الجسم ما عدا الوجه، إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فإنها تكشف وجهها، وإن كان عندها
رجال غير محارم لها فإنها تغطي كل جسمها حتى الوجه، لأنه عورة عند الرجال غير المحارم، وتغطي كفيها بالثوب أو بالعباءة أو بالجوارب، المهم أنها تغطي كفيها بأي غطاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل: هل صلاة التسبيح بدعة؟ صلاة التسبيح نعم بدعة، لأنها لم يصح بها دليل، لم يصح صلاة التسبيح دليل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما دام لم يثبت بها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون محدثة وداخلة في البدعة. وأيضا صلاة التسبيح تختلف في صفتها كثيرا عن الصلوات المشروعة، مما يدل على أنها غير مشروعة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: إن لها حواجب كثيفة تشبه حواجب الرجال، فهل يجوز لها التخفيف منها؟ لا يجوز لها التخفيف منها إلا إذا كانت مشوهة كثيرا أو وجهها أو تتضرر بها، فلا مانع من إزالة التشويه أو إزالة الضرر. أما ما دامت أنها حواجب عادية وقد يكون فيها كثافة قليلة فإن هذا لا يجيز لها أن تأخذ شيئا منها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: إنها فتاة متدينة والحمد لله، وتريد أن ترتدي النقاب، ولكن والدها ووالدتها رافضين، والسبب وسبب رفضهم هو جهلهم وأنه سيؤخر الزواج، ولكنها مؤمنة والحمد لله، وتؤمن بأن كل شيء قسمة ونصيب، وتسأل فضيلتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. لا بد من ارتداء الحجاب، تغطية الوجه والكفين وسائر بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، وعليها أن تبين لوالديها حكم الشرع في ذلك، وتذكر لهم الأدلة على ذلك، وما أظنهم يعارضون إذا اتضح لهم الحكم الشرعي، وإن قدر أنهم يعارضون فإنها لا تلتفت إليهم، بل تلتزم بالحجاب طاعة لله ولرسوله، ولا تطيع أبويها أو غيرهما في ترك الحجاب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: إنها في بداية صيامها ولمدة سنتين لم تقضي الأيام التي أفطرتها بالعذر، وحينئذ تسأل: ماذا يجب عليها الآن؟ جزاكم الله خيرا. يجب عليها أمران: أولا القضاء، قضاء الأيام التي أفطرتها في فترة الحيض، وثانيا عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا كفارة عن التأخير، مقدار نصف صاع من الطعام المقتات في البلد، ومقداره بالكيلو كيلو ونصف عن كل يوم، فتجمع استحقاق هذه الأيام عن كل يوم كيلو ونصف تدفعها للفقراء كفارة عن التأخير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات تقول: أم دانة تسأل وتقول: إنني في رمضان وفي سنوات مضت أقوم أحيانا للسحور متأخرة، وأتناول السحور والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر إلى أن ينتهي، وقد فعلت ذلك كثيرا وذلك جهل مني، فماذا أفعل الآن جزاكم الله خيرا؟ أخطأتي في هذا. وأما حكم الصيام فهذا يترتب على أذان المؤذن، إذا كان المؤذن لا يبدأ الأذان إلا بعد طلوع الفجر فإن عليك قضاء هذه الأيام، لأنك تأكلين بعد طلوع الفجر. أما إذا كان المؤذن يقدم الأذان قبل دخول الوقت فلا بأس بالأكل، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبالمناسبة فإن بعض العوام وكثيرا من العوام يظن أنه يجوز الأكل إلى أن يفرغ المؤذن من مؤذنه من أذانه، وهذا خطأ كبير. ليس جواز الأكل والشرب مترتبا على أذان المؤذن حتى يفرغ من أذانه، وإنما الأكل والشرب ترتبوا على طلوع الفجر. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الحد الفاصل هو طلوع الفجر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل إذا قمت بأداء عبادة كنافلة أو فريضة في مكان وأهلي موجودون في ذلك المكان، هل يعتبر قيامي بذلك أمامهم من الرياء جزاكم الله خيرا؟ الرياء يرجع إلى نية الإنسان، فإذا كان في نية الإنسان أنه
يمدح بهذا العمل ويثنى عليه ويحسن صلاته أمام الناس من أجل أن يمدحوه ويثنوا عليه أو من أجل أن يرى عمله، فهذا هو الرياء. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل ويصلي ويحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الرياء. أما إذا خلصت نية الإنسان لله عز وجل وأراد بعمله وجه الله ولم يلتفت إلى الناس ورؤية الناس له أو مدح الناس له، فإن هذا لا يؤثر عليه، المدار على النيات والمقاصد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إنني دائما أرى في المنام أن شعري طويل وكثير، فما هو تفسير هذه الرؤية وهل لها علاقة بالعبادة؟ جزاكم الله خيرا. أملي في ذلك خيرا يا الله. والرؤية إذا لم تفسر فإنها لا تضر صاحبها، ولكن عليك بحسن الظن بالله عز وجل وأملي خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من حائل تقول: المرسلة رايشين حسن البنا. أختنا تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الفراغ الروحي وما هو العلاج؟ جزاكم الله خيرا. الأسباب التي تؤدي إلى الفراغ الروحي كثيرة، منها الغفلة عن ذكر الله عز وجل والإعراض عن تلاوة القرآن، ومنها مصاحبة أهل الشر وأهل الكسل والخمول فإنهم يؤثرون على من صاحبهم وخالطهم، ومنها أكل الحرام، تغذي بالحرام فإنه يقسي القلب، ومنها التكاسل عن أداء الفرائض في أوقاتها ومع جماعة المسلمين بالنسبة للرجال. وعلى كل حال تكاسل عن الطاعات هذا مما يوجد الفراغ الروحي، وكذلك اتباع الشهوات هذا أيضا مما يكسل الإنسان عن الطاعة وعن ذكر الله عز وجل. فالحاصل أن أسباب الفراغ الروحي كثيرة، ومنها الجهل، الجهل بأحكام الشرع وكون الإنسان لا يتعلم أمور دينه. ومن الأسباب أيضا الابتعاد عن مجالس الذكر وحضور المواعظ، فإن هذا ما يسبب الإنسان الفراغ الروحي كما يقول السائل، لأنه يكون خاليا من العلم النافع ومن البصيرة لأنه لم يتعاطى أسباب ذلك. فعلى المسلم أن يحرص على العلم النافع وعلى العمل الصالح والإكثار من الطاعات ومن ذكر الله عز وجل، مصاحبة الأخيار وحضور مجالس الذكر، فإن هذه تنمي الخير في نفس المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أيضا فتقول: كيف أجمع بين عدم الأمن من مكر الله عز وجل وبين عدم القنوط من رحمته تعالى؟ فمثلا كيف أجمع بين أن أرجو الجنة ومع ذلك لا يأمن الإنسان بأن يختم الله له بسوء؟ الجمع في هذا ميسر لمن يسره الله عز وجل، لأن يتوازن بين الخوف والرجاء، فيرجو رحمة الله ويخاف من عقاب الله عز وجل. فإذا رجا رحمة الله فإنه يعمل الأعمال التي تسبب له الرحمة، وإذا خاف من عقاب الله فإنه يترك الأسباب التي تسبب له العقاب من المعاصي والسيئات، فيجمع بينهما بعمل الطاعات وتجنب المحرمات، والخوف والرجاء، خوف عقاب الله عز وجل ورجاء ثواب الله عز وجل. فلا يكون مع الخوف فقط حتى يقنط من رحمة الله، ولا يكون مع الرجاء فقط حتى يأمن من مكر الله، ولكن يجمع بينهما، هذا هو شأن المؤمنين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.